واسم هذا المنتجع أوداي باك واتر ريسورت، يعني هذا خلف البحيرة. والحين راح أدخل من هنا، وهذا هو المدخل. كما قلت عندنا مدخلين من البحيرة. من هنا ندخل. شفت هنا عصافير وبطة، بطة أيضا ودجاج. يعني قلت لكم من قبل هذا مكان طبيعي جدا، وعندنا هنا منظر قروي. يوم ندخل من هذه المنتجة نرى ان المباني والمبنى مصنوعة ومهيئة بشكل خاص جدا. وهذا هنا بحيرة صغيرة، يعني ما لقوا فيها مياه، وهي إحدى نباتات مائية تنمو في المياه وفيها أسماك صغير. والحين ندخل إلى قاعة الاستقبال، وهذا هو القاعة. وهذا إحدى تقاليد الهندية، يعني إحدى آلهة الهندوسية، حسب تقاليدهم وعقيدتهم يعبدون هذا التمثال. يوم ندخل إلى هذه القاعة نسمع موسيقي بصوت المنخفض. هذا هو القاعة، يعني نسمع هنا موسيقي الصغير يعني بصوت منخفض جدا، تأتي لنا جو هادئ جدا. يعني من هنا نسجل الاسم وندخل إلى هذه القاعة. وهذا يوم ندخل إلى هذه المنتجة نرى هنا تمثال صغير بلون أسود. هذا إحدى آلهة الهندوسية، يعني يضعون الأزهار وأيضا البخارات، يعني يضعون فيها أشياء كثيرة تقديسا لها وتعظيما لها، يعني يعبدون هذا التمثال هنا. ومن هنا ندخل إلى هذه القاعة، وهذا قاعة واسعة جدا. يوم ندخل إلى هنا نسمع موسيقي صغير بصوت منخفض جدا، يعني تعطي لنا راحة وطمأنينة يعني لمن يستمتع الموسيقى. ومن هنا نسجل الاسم وندخل إلى هذا المنتجة. أهلا، وهذا هو عصير الاستقبال. أظن أنه هذا عصير، شكرا، عصير البطيخ الطازج. بسم الله. يعني عصير ممتاز جدا، شكرا. هذا العصير بطيخ، يعني في الصباح إذا شربنا عصير من فواكه الطازجة أهلى وأحسن من الشاي والقهوة. ومن هنا ندخل، هذا هو كأنه صنعوها كأنها جسر صغير، وفي كل الجهتين نباتات وأزهار كثيرة. وكما قلت لك من قبل، هذه من كل الجهات مهيئة ومزينة بالأزهار والنباتات الجميلة. في هذا الجدار أرى هذا رقص تقليدي، إحدى رقص تقليدي في كيرلا. مكان هادئة جدا ومهيئة، يعني تعطي لنا حيوية نشيطة في الصباح. يعني لازم أنت تشوف في الصباح من هذا الطريق تستمتع بهذه الطبيعة والجو الهادئ جدا. غرف مهيئة صغيرة وشقات كبيرة، يعني حسب حاجاتنا يهيئون لنا ما نريد، حتى الأطعمة أيضا حسب ما نريد. وهناك مسبح كبير ومسبح صغير للأطفال الصغار. يعني السباحة في المسبح يكون أحسن في الليل، يعني منظفة ونظيفة لمن يحتاج السباحة ينزل. وأنا ما أعرف السباحة وأخاف. أقول لكم إذا أردتم المشي هنا لازم أن تنتبهوا جيدا. أولا عليكم أن تعرفوا وتتعلموا السباحة، وإما استخدم الأنبوب لمساعدة السباحة والمعطف الخاص خاصة للأطفال.
ومن هنا ومن هذه الجهة نرى بحيرة صغيرة، لا ليس صغيرة، بحيرة كبيرة جدا وقوارب منزلي الفاخرة. إن شاء الله بعد الظهر راح ندخل، أو للعشاء، عشاء إن شاء الله أو الغداء تكون موجودة يعني في القارب. هذا هو القارب المنزلي، إحدى جاذبية هذه المنتجة. يعني من الساعة 7 صباحا تحديدا ينزل القارب إلى البحيرة، يعني حاملة السياح هنا يتجولون خلال، يعني يتجولون يعني من النهار إلى الليل في هذا ويسكنون فيها. والقارب يعني مهيئة، فيها 3 غرف والمطبخ، جميع الأشياء كأنه بيت يسبح. إذا قعدنا نعد هذه القوارب لا نستطيع، قوارب كثيرة. هناك قوارب عادي وقوارب فاخر جدا. الجهة يا أخواني هذا شقة كبيرة، يعني غرف كثيرة وأنا إحدى فيها، وهذا مسبح كما قلت لكم، مسبح كبيرة جدا، ما أدري بشكل هيش هذا، لكن إنه جميلة، يعني مستمتع لمن أراد الاستمتاع. وهذا جهة أيضا هناك كرات صغير للأطفال، يعني ينظفون هذا في كل ساعة المياه. وهنا مسبح صغير للأطفال، من اللازم أن ننتبه جدا بدون أن نطيح فيها. ونروح نكتشف إحدى الغرف فيها، وأيضا هنا أعشاب، يعني النباتات هنا في مختلف الألوان، بعضها في بنفسجي وبعضها أخضر وبعضها أحمر، ما أدري إيش الألوان. أتجه إلى غرفتي، وجميع هذه المنتجة تعطي لنا الأمان والحماية من كل الجهات. وإذا نظرنا في النوافذ يمكننا أن نرى المنظر الخضر جدا، يعني جميع الأماكن خضرة. وهذه هي غرفتي، وأنا أدخل فيها، ورقم الغرفة 44. تعالوا أهلا بكم إلى غرفتي. هذه هي غرفة، وجميع الغرف في هذه المنتجة مطلعة للبحيرة. هناك قسم زجاجي، يعني هناك في باب زجاج مصنوع من الزجاج مطلع إلى البحيرة، وجميع هذه مهيئة لنا بالأزهار. أقول لكم يا أخواني إن هذا الأزهار كلها موجودة في داخل المنتجة بنفسها، وهذا مهيئ في المنشفة الأزهار. هذا هو جميلة جدا صح؟ والمنظر من هنا جميلة أيضا. وفي البلكونة أيضا المنظر والمشاهدة جديدة، وهنا مهيئ لنا الفواكه، برتقال وتفاح وعنب. هذا هو المكان، قلت لكم من قبل إن جميع الغرف هي هذه المنتجة مطلعة للبحيرة، والناس يستمتعون أوقاتهم هنا، يعني خاصة في الليل المكان تكون هادئة جدا. والنسيم هنا والرياح هنا ممتعة وباردة جدا. وإلى الغرفة تعالوا معي أوريكم كيف الدورة مياه. هنا في هذا المنتجة هناك زجاج نافذة من الغرفة، وهذا هو دورة مياه. أوريكم دورة مياه والحمام معاً مهيئة في هذه المنتجة. يعني هنا المكان،
رأيتم؟ هذا كلها مهيأ لنا من زجاج ومن الرخام أيضا. هذا هو المحراض ودورة مياه. شكرا لكم لمشاهدتكم معنا في هذه الفيديو وهذه غرفتنا، وعليكم يا أخواني أن تستمتعوا بهذه المنتجة إذا اخترتم معنا هذه، استمتاع جميع المناظر واستمتاع المشهد أيضا. شكرا.